عموماً يعني عشان الوقت ما يضيعش مني، فنبدأ مع سعادة الأستاذ الدكتور نبيل مدين رئيس الجامعة، ونبدأ حضرتك التصور حضرتك عن أثناء الدورة مع مشكلات الجامعة، وبعدين لو كان استفسارات، وبعدين نعقد بالأستاذ الدكتور أحمد علي سين والأستاذ الدكتور عثمان المغربي. يعقوب الدكتور احمد علي والدكتور عثمان لقاء ثاني مع حضراتكم.